هي واحدة من أكثر الأماكن استقطاباً للزوار من داخل الوطن وحتى خارجه، والحديث هنا عن شلالات الوريد ببلدية عين فزابت التلمسان التي تحوز على مناظر ساحرة من صنع الخالق. هذا الشلال يعني فريمون حاجة بزاف مليحة، وما شاء الله والله غير ما شاء الله، يعني كي تشوف عندها ديجا نظرة ترجع الروح كما يقولوا. جينا للشلال هنايا تاع التلمسان، شلال ولا أروع، حاجة ما شاء الله، ونتمنى إن شاء الله الناس تجي تزورها. جمال هذه الشلالات جعل فنانين ومثقفين يتغنون بمناظرها الساخرة من أمثال المطرب أحمد وهبي وشاعر الثورة مفتي زكريا. سكت هود الوريد، يتلاقى صاحبها يقول له هود الوريد العمر، يقول له لو رأيت، يا الوريد كلمة تاعها لو رأيت، وكان هنا المطربين كبار كانوا يجيو يغنيو هنا. هاد البلاصة كان الدكالي جا هنا، الدكالي أحمد وهبي هنا في هاد البلاصة، شيباني تلاقاني كبير قال لي أنا كنت حاضر وقت اللي كيكتب لي بارول اللي غنى الغنية تاع الوريد. وشلال ما شاء الله حاجة مليحة بالبوكو، الغاشي كاين بالبوكو، منطقة شابة. وتبقى شلالات الوريد واحدة من أجمل المناطق في الجزائر، تقع ضمن محور منغرج محاط بمناظر طبيعية خلابة ترسم لوحاتها الجبال التي سحرت القادمين إليها.